حد سألني عن أفضل توظيف لبرونو سافيو. برونو سافيو في وجهة نظري ونفس الكلام عن بيرسي تاو، أفضل توظيف ليهم هو مهاجم تاني في خطة بتلعب فيها باتنين مهاجمين. عشان تلعب باتنين مهاجمين يبقى قدامك حل من اتنين، يا هتلعب 4-3-1-2 هتلغي الوينجات، يا هتلعب 4-4-2 بونجات مفيش لعيب رقم 10، وانت عشان تلعب بلعب من غير لعيب رقم 10 لازم يكون عندك لعيب رقم 8 تقيل قوي بيشد الفرقة لقدام وبيلعب الناس وبيربط الخطوط وبيجمع اللعب، وانت ما عندكش ده. احنا نادينا بمحمد علي بن رمضان والقندوسي ولاعيبه كواليتي عاليه في نص الملعب رقم 8 يكون تقيل كده، ولحد دلوقتي الاداره جابت كراسي للفرع الجديد ما شاء الله. احنا محتاجين لعيب رقم 8 لو انت عايز تستغل صافيو في المكان ده، وبما انك ما عندكش اللعيب ده يبقى صافيو مش هيلعب في المكان ده. هتقول لي يلعب 10، هو بيبقى كويس قوي 10 بس بتاخد 60-70% من الناتج بتاعه، لان سافيو مميز جدا قدام الجون، لكن انت بتوظفه توظيف ينزل لتحت على الدايره ويستلم ويسلم وشغل قفشه، ده انت بتخسر اصلا اهم ميزه عنده ان هو قريب قدام الجون، سلام عليكم وعليكم السلام بيخلص. لذلك في الموجود حاليا انا شايف ان افضل توظيف لسافيو هو يلعب وينج ليفت قدام معلول، لان ده برضه هيكون مفيد لمعلول. معلول انت عشان تلعب وينج ليفت قدامه لازم تكون وينج ليفت بتقف على الكوره وبتعمل ستوب لحد ما هو يطلع ويجي لك، لان هو دايما معلول خطورته بتكون من غير كوره، مش بياخد الكوره زي سيد معوض كده ويعمل دريبل واحد والتاني والكلام ده. معلول في بناء اللعب ذكي جدا، بيفضي نفسه ويتحرك من غير الكوره من ورا الباك، انت المفروض كوينج بتقف له لحد ما يطلع ال 50 متر مش بتفرهده معاك. عبد القادر بيفرهده معاه، اجي ورمضان صبحي كان علي معلول بيتالق معاهم، مش عشان هما متفاهمين معاه لكن هما البروفايل بتاعهم وينج بيعمل ستوب على الكوره، بيستلم اول قرار بالنسبه له ان يوقف ويعمل سكان للملعب الاول بعد كده يشوف هيعمل ايه. لكن عبد القادر اول حاجه بيعملها بيجري ياخد الكره دي بدب 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 عايز يطلع يجري. مع علي معلول مش هيطلع يجري وراك، انا مش هجري وراك يا حبيبي، انا اصلا جاي من اخر الشارع. سافيو لما راح الحته دي اشتغل كويس، كان عنده حاجات حلوه، بيعرف يقف على الكوره ولما بيدخل لجوه خطير، بيعرف يشوط على الجون. فانا شايف ان افضل مكان ليه هو الوينج ليفت، لانه بيدخل لجوه بيعرف يشوط على الجون الار تو، بيشوط بوش رجله كويس جدا، بيعرف يطلع علي معلول، ذكي لعيب ذكي وتقيل، بيقدر يشتغل لجوه يخش لجوه يفضل خط المعلول ويلعب جوه كصانع لعب. يعني هتعرف تستغله برده كصانع لعب، لو تاو بيلعب 10 او اي لعيب بيلعب 10 هو هيقدر يخش، اللعيب رقم 10 ده يكمل في الصندوق وسافي هو اللي يخش جوه الملعب، يبقى بيربط الخطوط وبيجمع اللعبة بس وهو وينج. هنكتفي بقدر من الأسئلة عشان الحلقة ما تطولش عليكم، ولينا لقاء جديد. سلام.